السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو خطير جدا مما وقع في مدينة السمارة، فابقوا معنا. لا إله إلا الله. هذا الشيء وقع في مدينة السمارة، حيث أن أمطار غزيرة تغرق أحياء وشوارع السمارة وتتسبب في انهيار بيوت طينية. شهد إقليم السمارة ليلة الأحد الاثنين تساقطات مطرية غزيرة مع رياح قوية، وحسب مصادر محلية فقد تسببت الأمطار الغزيرة في غرق معظم أحياء وشوارع المدينة ودخول المياه لعدد من البيوت، ما أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة. وفي نفس السياق، أدت العاصفة المطرية إلى انهيار بعض البيوت الطينية بعدد من الأحياء دون أن تسفر عن وقوع أي ضحايا. هذا واستنفرت السلطات المحلية مختلف عناصرها للتدخل، حيث تم تصريف مياه الأمطار عبر قنوات الصرف الصحي، كما تم تأمين مغادرة السكان للبيوت المنهارة واتخاذ كافة الإجراءات لتقييم الخسائر المادية وتعويض أصحابها. هذه من جهة، في حين أن المديرية العامة للأرصاد الجوية كانت قد نبهت بأن نشرة إنذارية مصحوبة بزخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المغربية. وكشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن زخات رعدية قوية مصحوبة برياح عاصفية ستهم اليوم الاثنين عددا من مناطق المغربية. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن زخات رعدية قوية مصحوبة برياح عاصفية من 20 إلى 40 ملم ستهم عمالات وأقاليم العيون أسمرة، بوجدور، وادي الذهب، وأصزاق، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 10 ليلا. وفي سياق ذي الصلة، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن تنخفض درجات الحرارة مع استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وخلال هذا الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية، كما ستنمو سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية بكل من الأطلسين الكبير والصغير وسفوح الجهة الشرقية وكذا الشمال الأقاليم الصحراوية. مهم هذا بالنسبة للنشرة الجوية وما تقوله المديرية العامة للأرصاد الجوية. هنشوفوا بعض الأضرار التي تسبب فيها هذه العاصفة التي ضربت مدينة السمارة. ليلة عصيبة عاشتها مصالح البلدية، استنفار ومواكبة من نائبة رئيس جامعة السمارة كما يظهر في الصور. في ليلة العاصفة التي اجتاحت السمارة كانت مصالح البلدية في حالة استنفار قصوى تحت متابعة ومواكبة حثيثة من نائبة رئيس الجامعة السمارة فاطمة العدلي، التي كانت هذه الليلة بمثابة اختبار حقيقي للجاهزية والقدرة على التعامل مع الأزمات الطارئة، وهو ما دفع بنائبة الرئيس إلى الانخراط الكامل في متابعة الأوضاع عن كثب والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. بعد الصور والفيديوهات، والله السلامة. هذه من شارع النبلة المعروف بشارع التجار بالسمارة بعد الأمطار الطوفانية فجر اليوم. شوفوا الحالة اللي وقع في مدينة السمارة، أسأل الله السلامة. العديد من الفيديوهات التي تقاسمها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر بالملموس حجم الخسائر والأمطار التي تهاطلت. هنا كنشوفوا بأن الأمطار تغزو المدينة، أمطار قوية وتسببت في فيضانات وغرق عدة أحياء. هنا أيضا كنشوفوا تدخل من طرف الجماعة من أجل
المساعدة على تخفيف من هذه الأضرار التي تسببت فيها الأمطار العاصفية والرعدية، وكانت قوية جدا بعملة السمارة، وهذا الشيء في عز الصيف سبحان الله ما يظهره هذا الفيديو. نشرة جوية إنذارية من مستوى يقظة برتقالي بخصوص حالة الطقس بالسمارة وبعض المدن كما تبينه هذه الصور. فالمرجو أخذ الحيطة والحذر خصوصا في مثل هذه الأجواء المتقلبة. هناك لاحظوا بعد تسجيل فقط 32 ملم ولكن كانت كفيلة لإغراق هذه المدينة الصحراوية. عاصفة بخيام المصطافين، ويقول الناشط أنه لا تدخل من طرف السلطات لحد الساعة. هذه تقريبا 8 السوايع باش نزل هذا الخبر. الناس كرفسات كتشوفوا أن الباشا سالم الطالبي في قلب الميدان، ان الباشا والسلطات كتدخلوا من اجل الحيلولة دون وقوع مشاكل كبرى، خصوصا في تسريح مجاري الصرف الصحي اللي كتكون فيها العوالق مما كتسبب في الغرق ديال هاد الشوارع. في حين كتبقى كتسائل المواطنين كيتسائلوا اين الصيانة قبل وقوع الكارثة. هنا هذه صور ديال الباشا ديال المدينة. هنا بعض المنازل الطينية التي انهارت بفعل العاصفة الاستوائية التي ضربت السمارة فجأة اليوم. ونلاحظ انه هنا كيبان لنا ان كاين هنالك ردوم، وايضا المنازل الايل السقوط ولا المنازل اللي مصوبه غير اشياء اللي بسيطه راه تم لقد انهارت بفعل لم تتحمل هذه العاصفه القويه التي عصفت بالمنطقه. هنا كنلاحظوا الاشغال من طرف الجماعه من اجل خلق متنفس في هذه البلوعات ديال الصرف الصحي من اجل ان الدوز الانسيابيه ديال الماء وما يبقاوش الشوارع غارقة. وهذا الشيء راه خصهم يعملوه دائما، تكون صيانة دائما في كل وقت وحين باش ما نوقعوش في هاد المطبات. ومع كامل الأسف كاين حتى أيضا أناس اللي حتى هما كيلوحوا الأزبال في هاد البالوعات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى هاد المشاهد اللي كنشوفوها أيضا ديال اختناق بلوعات الصرف الصحي والغرقها بعد أمطار عاصفية. فالمرجو الحيطة والحذر. هنا عاوتاني كنشوفوا بيوت طينية سقط جدرانها بفعل هذا الأمطار. هنا أيضا كنشوفوا جنبات الطرق تاهي فيها أمطار وغرقات بفعل هاد الامطار. نسال الله السلامه. والمرجو اخذ الحيطه والحذر. شكرا على حسن الاصغاء. كان فقط هذا الخبر اللي كان خطير بعد شيء، خصوصا بعد الفيديو المثير اللي تناولوه النشطاء واللي كان عباره عن استغاثه من احد السكان كما يظهر في الشاشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. شكرا على الحسن الاسلام.